قناة النحاس باشا بي سي جيمر. النهاردة كان هوريكم كيفية تركيب مود جي تي اي في للعبة جي تي اي سان اندرياس. طبعا اول حاجة واهم حاجة لازم يكون عندكم لعبة جي تي اي سان اندرياس. ملف المود هتلاقيه اللينك بتاعه احسفل الديسكريبشن. طبعا هتروحوا مطرح ما حطيته المود وهتروحوا على اول فولدر هتاخدوا الملف اللي فيه كوبي وعلى ملف اللعبة موديلز تي اكس دي هنروحوا بيست كوبي اند ريبليس وعلى ملف المود تاني كليو الملف ده الفولدر ده هتاخدوا كل اللي فيه كوبي وعلى ملف اللعبة تاني بيست هتروحوا رايحين تاني على فولدر ده فيرست بيرسون مود تاخدوا كل اللي فيه كوبي وتاني على ملف اللعبة بيست اتعلموا على دي كوبي اند ريبليس دي يس تاني حاجة هتروحوا رايحين على لا مش دي مش دلوقتي على جي تي اس اي فولدر تضغطوا كل اللي فيها كوبي ملف اللعبة بيست زي ما انا دي كوبي اند ريبليس خش على ملف المود تاني خش على جي تي اس ان نيو كورز الفولدر ده تاخدوا داتا كوبي ملف اللعبة بيست تاني هنخش تاني على ملف هنخش على ملف المود وعلى الفولدر ده كل اللي فيه الملفات يعني كوبي وعلى ملف اللعبة برضو بيست علم على دي كوبي اند ريبليس علم على دي بيست هنخش على دي واس اي فولدر داني ناخد كل اللي فيه كوبي وبار تاني على ملف اللعبة بيست ركزوا بقى معايا يا جماعة عشان الخطة اللي جاية دي صعبة بعد ما خلصنا كل الحاجات دي هنروح راجعين تاني ملف المود بتاع ملف الايمج اديتور خش عليه شغل البرنامج ده نتاك اوبن موديلز هنروح يعني في لعبة جي تي اي سان اندرياس مطرح ما حطيته اللعبة الدي انا حطيته في الدي جيمز جي تي اي سان اندرياس وموديلز جي تي اي 3 ايمج دي تك عليها واوبن بعد كده هنتك على السهم ده اللي هو نازل نروح جايبين ملف المود نروح عند ملف المود هنخش على نخش على جراس وناخد كل اللي فيه اوبن بعد كده نتك سيف نتك على اوبن تاني نتك على جي تي اي 3 ايمج نتك على السهم ده تاني ونرجع عند فولدر المود هنخش على الملف ده وناخد ده كل اللي فيه اوبن بعد كده هنروح نتكين سيف تاني ونضغط على ملف اوبن جي تي اس 3 ايمج هنروح على ملف المود جي تي اس نيو كارز جي تي اي كارز جي تي اس 3 ناخد كل اللي فيه كده هو كل اللي فيه دي بقى ده مود بيخلي عربيات جامده بصراحه يا جماعه هوري لكم في الجيم بلاي نتك تاني على اوبن جي تي اس 3 ايمج السهم ده تاني المود عند اس ار تي ناخد كل اللي فيه اوبن سيف يعتبر كده خلصنا الخطوه الاخيره وهي الصعبه وهنطفي ودلوقتي اوريكم الجيم بلاي طبعا زي ما انتم شايفين اهو شغلت الجيم بلاي اللعبه شغاله بالمود انتوا لو عايزين تعرفوا ايه الفرق
بين جاتا بين جاتا بين جي تي اس ان اندرياس من غير المود، وجي تي اس ان اندرياس بالمود. شغلوا اللعبة قبل ما تعملوا المود وشوفوا انتوا بنفسكم. طب انتوا عارفين المود شغال 100%. شايفين؟ وده بصوا صوت الأسلحة متغير خالص، الدليل اهو. واه صح، البتاع اللي بنختار منها الأسلحة زي جي تي اي في يا جماعة. المود الفيرست بيرسون اتاكو في اللي هي بتغير الكاميرا سي منظر الكاميرا يعني، لغاية اما يجيب لكم مود الفيرست بيرسون. هو دي شكله عامل كده. طبعا الجرافيكس جامدة ومتغيرة. دي خريطة جي تي اي سان، خريطة جي تي اي في. والعربيات شكلها متغير خالص. وطبعا انتوا ممكن تحسنوا الجرافيكس من عندكم من الاوبشنز ديسبلاي سيت اب، تقللوا البرايتنس على الاخر ادفانس وتخلوها زي كده، تعالوا دي على الاخر ودي اون ودي اوف ودي فيري هاي، ودي تقعدوا على انتر انتر هتقعدوا عجلة الماوس تحركوها لغاية ما تبقى تلاتة. وزي ما ودي السكرين ريزوليوشن اللي عندك في الشاشة. وحتى العربيات شكلها متغير خالص والدليل اهو. دي عربية تانية خالص بالتأكيد غير اللي في جي تي اي سان اندريا، غير اللي في جي تي اي سان اندريا. دي عربية، دي لو احنا هنقول عربية ايه، دي عربية جي تي اي في. هو زي ما انتم شايفين عربيات شكلها متغير خالص، حتى صوت العربية السواقة السواقة بمود الفيرست بيرسون زي ما انتم شايفين. واديكم شفتوا طريقة تركيب المود، واديكم شفتوا طريقة تركيب المود. ارجوكم لا تنسوا، ارجوكم ما تنسوش انك تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك. سلام. Yo!